دائما للطبخ اكيد نصيب اكبر من حلقتنا من خلاله راح يعني نحاولوا ننظر مختلف المطابخ سواء هون في الجزائر ومناطقها وخارج الجزائر. اليوم الشيف تركيا يعني في اقول الشيف ليلى راح تاخذنا الى المطبخ اللبناني. اللبناني يلا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير ليك ساره وسعاد. صباح الخير متتبعينا الكرام. نقول لكم صباح الخير كامل وين ما كنتم واينما وجدتم. النهار اليوم جبت لكم نروح نسافروا لبنان، راح نديروا كفته حسن باشا، يعني ماشي غير لبنان، في المشرق العربي. المشرق العربي راح نديروا كفته حسن باشا ونديروا الفلافل. يلا ان شاء الله كامل السيدات اللي عندهم يعني فضول حول المطبخ اللبناني واهم التوابل اللي تستعمل فيه تابعوا فقط اليوم فقره الطبخ مع الشيف ليلى. واكيد احنا من خلال برنامجنا راح نحاولوا انه نستفادوا من مختلف المحطات الطبخ الصحه الجمال وغيرها من المواضيع. نعاودوا نجدوا تحيه ترحاب بكم كل اللي انضميتوا هاتي لحظه الى قناتي سي بي سي بنوال كذلك شروق تي في. يلا احنا راح نتعرفوا على اهم المقادير اهم التوابل المستعمله في هذا المطبخ مطبخ اللبناني مع الشيف ليلى. ليلى اقول واش راح يعني واش فيها كامل التوابل واش فيها خضر. نعم اذا انا جبت لكم وصفه من الوصفات العديده لكفته حسن باشا. كما احنا معروفين في الجزائر انه طبق واحد لكن كل ما نروحوا منطقه راح يتغير هذاك الطبق. واحده تزيدوا له خضره، واحده تزيدوا له تابل، واحده تزيد طماطيش، واحده ديروا ابيض. اذا نفس الشيء انا اليوم جبت لكم وصفه من الوصفات يعني كل منطقه كيفاش راح ديرها. ورانا يعني انت لو طون كي تقدمي في المقادير مام هي راهي يعني المقادير راهي تظهر نعم. على الشاشه هكذا باش السيدات يعني ونكون غابت لكم في حاجه تقدروا انكم تدونوها تصوروا المقادير. اكيد اذا نحكي لكم على الوصفه هذه باش تفهموا الشكل النهائي تاع الطبق. احنا راح نحضروا ان صوص طوماط راح تكون هي القاعده في هذاك باسكو يدخل للفرن في هذاك لو بيغيكس تاعنا. من بعد راح نديروا دي بولات دو فيون داشي نحفروهم يعني لا فيون داشي تاعنا راح ندوزنوها راح تكون عندنا اللحم مفروم ثوم بصل شابلور بيض يعني عادي راح نكوروها نديروا لها حتى الجبن يعني هذا نقول المكونات كامل لا فيون داشي نعم نعجنوا بها اللحم المفروم تاعنا راح نشكلوا نعم نديروا الثوم نرابيوه البصل تاعنا مقطع المغارف تاع لا شابلور ونعجنوها بحبه بيض نديروا الملح الفلفل الكحل ونديروا البهار مشكل يعني تاع المشرق العربي يديروا البهار مشكل نعجنوا هذيك نعم نعم يديروا قرفه وقرنفل ويديروا حب الهيل. اوكي يعني حب الهيل هو كثره اللي يركزوا عليه في هذا في هذا لي بيس تاعهم. ونقطعوا المعدنوس يعني ندوزنوها مليح لا فيون داشي تاعنا باش تعطينا هذيك البنه كل واحد يدوزن على ذوقه يعني راح نكوروها من بعد راح نحفروها في الوسط ونحطوها في لو بلا تاعنا فوق هذيك لاصوص طوماط. من جهه ثانيه انا لهنا غليت بطاطا في الماء والملح وريحتها بلامونينات تاع اليد. البطاطا هذه راح نزيد لها الملح فلفل الكحل ثاني وندير لها المعدنوس وندير لها لو فرماج لو فرماج غابي نديرها في لابوشا دو ديالي ونعمل اون غوزاس فوق هذاك اللحم المفروم. يعني راح تجينا الطبقه الاولى تاع لحم مفروم وفيها اون غوزاس رابي بلو فرماج والزبده يعني طبق سهل وبسيط ورقي. بقوا معنا في المتابعه فقط. اكيد ابقوا في المتابعه وحكيم المخرج دائما في متابعه تقول الخطوات الشيف ليلى ونقول المقادير كانت تظهر يعني على الشاشه واكيد راحين كل من يعني فاتته المقادير راحين نزيدوا نطرقوها بعد قليل. بقوا دائما في المتابعه. نخلوك انت تبداي على بركه الله.